عودة من جديد لحلقتنا النهاردة من الأهلي في رمضان. أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. خلونا في الفقرة دي نتكلم شوية عن طقوس وكواليس اللاعبات تحديدا. زي ما بنيجي نتكلم كده عن المرأة العاملة إن في رمضان بتبقى مهمتها صعبة، بيت وولاد ومسؤولية وزوج إلى آخره. الكلام ده كمان ينطبق بحذافيره على كتير من اللاعبات المتزوجات، سواء يعني كانوا متجوزين من وقت وهم بيمارسوا الرياضات المختلفة اللي هم بيتعلقوا فيها أو حتى بعد الاعتزال. إحنا النهاردة في الأهلي في رمضان منورانا يعني دلوقتي نجمة النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد السابقة مي هشام وزوجها كمان منورنا في حلقتنا النهاردة، الأستاذ محمد صبري المصور السينمائي. كل سنة وانتم طيبين ومنورين الأهلي في رمضان وأهلا بيكم. أنت طيب يا فندم. يعني مساء الخير طبعا، كلكم طيبين وده مكانك اكيد في الاول في الاخر ومكانك يا محمد بطبيعه الحال. بس قبل ما نخش في تفاصيل وقبل ما نخش في رمضان، يعني خلينا نعرف برضو الساده المتابعين انتوا اصلا اتعرفتوا على بعض ازاي. اي حد فيكم على فكره اتفضل اي حد يجاوب. لا يعني بطريق الصدفه بالطريقه التقليديه، يعني حد يعرفني ويعرفه عرفكم على بعض عرفنا وساعتها بقى خلاص. انا واحنا بس قلنا كان قاعد في المدرجات بيتابعك في ماتش من الماتشات، لفت في نظره بستايلك في الملعب كده يعني. ما كانش عارف خالص. لا فعلا واول ما عارف بقى قال اتخض وقال لك اوبا رياضيه وهيبقى وراها معسكرات وتمارين وحاجات خالص. فكرت في الحكايه دي ازاي؟ طبعا فكرت فيها، بس انا كانت بالنسبه لي كانت الصدمه الاولانيه حاجه تانية خالص. ايه بقى؟ ان بدايه التعارف اللي هو انا بلعب هاندبول. طب تمام، انا بحب الرياضه وبحب الهاندبول، بتلعبي فين؟ بلعب في النادي الاهلي. في النادي الاهلي هو يعني انا مش هشوفك كتير بعد كده. بالظبط كده، اللي هو خلاص وقتها زحمه، حياتها مشغوله باستمرار، بس في نفس الوقت الحاجه اللي بتحبها وعندها شغف ناحيتها. فانا نفسي زي ما انا عندي شغف في مهنتي، فانا عارف انها ليها شغفها في حبها للهاندبول، ما ينفعش ما اكونش سبورت ليها في حاجه زي دي. بس الناس اللي بتشتغل في الحقل الفني بشكل عام والسينمائي بصفه خاصه برضو حياتهم وطبيعه بيوتهم ليها خصوصيه شديده وبيبقى لهم طلبات. بص ابتدت تهز راسها. هو قال لي واضح ان الموضوع هنا وهنا. قال لك ايه في الحته دي؟ قال لي لو دخلت شغل مش هتشوفيني فما تقلقيش. طبعا. وفعلا احنا في وسط ما احنا كنا بنتعرف جه فجاه اختفى. يعني بس كان قايل لك هو رايح فين خالص. يعني واحنا هي سايبها احنا مع بعض ولا سيبنا بعض؟ لا كنا ساعتها كنا لسه متعرفين على بعض بقالنا مثلا شهر او شهر ونص. اوكي في الاوائل يعني. وجالي مسلسل شغال فيه فاختفيت لمده شهرين. انا ما بتصلش، انا بروح الشغل برجع. حتى استاذ كريم عارف ده، هو الموضوع كله انك تبقى كافي انك ترجع تتعشى تاخد دش تخش تنام تقوم على الشغل وهكذا. فالموضوع ضيق وكان الموضوع في سفر ما كانش هنا في القاهره كمان فخلاص. طب ومي وقتها كنت يعني مسحت الرق. مش بهزر فعلا. ده حقيقي فعلا مسحت الرق حقيقي فعلا. حسيت ان يعني خلاص الموضوع ما فيش حد اتكلم معايا فتره وفجاه اختفى فخلاص. اوكي يا بتاعتك. انت اتجوزت وانت لسه بتلعبي ولا كنت اعتزلت؟ لسه بتلعب. طب الفتره الاولى دي كانت عامله ازاي؟ اللي هو يعني واخد الشغل بالحضن وانت عندك معسكرات وماتشات وسفريات وبطولات، كنتوا بتشوفوا بعض يعني احيانا في الطرقه؟ هو كان بيشتغل يعني ازاي في الفتره دي؟ اللي هو تنتن التبديل، حد لازم في البيت والتاني بره دايما. انا بشتغل الصبح قبل التمرين. طب ده لطيف ولا مش لطيف؟ انا بتهيالي انه كويس، لان لو كان في حد متفرغ كان هيحس بعدم وجود التاني. لو انا كلامي مظبوط وده صح. بس يعني انا بدات اتدرج ده بعد كده ان انا ابدا اخد اجازات في الوقت اللي هو فيه اجازه صح، فيحس ان انا في ايام فيها في البيت. لكن في ايام مشغوله. انت اعتزالك كان بمحض ارادتك ولا بتوجيه من ابو حميد خالص. ولا الدنيا كانت ماشيه ازاي؟ قررها لوحدها خالص حقيقي. بالعكس هو دايما هو داعم جدا على فكره. كنت متعمد ده معاها انها من الاول خدي القرار براحتك، خدي وقتك للاخر، الموضوع ما تستعجليش في القرار، بس خلي الوقت مناسب عشان تبقي مخلصه والسيزون نفسه وانت اصلا خدتي القرار بناء على ايه او ليه؟ اكيد اي لاعب بيحصل له فتره تشبع بقى خلاص. يعني انا بعد كده ممكن ما اضيفش، يعني حتى لو لعبت بعد كده خلاص فقدت شغف كبير جدا من اني اكمل كلاعبه. وفي نفس الوقت جات لي منحه، يعني كنت قدمت في منحة ان انا ادرس هاندبول في ألمانيا واتقبلت، فكنت أوكي. عرفت اوريدي بعديها خلاص بقى انا تمام وانا هعتزل. وكان القرار يعني حتى اول حد اتناقشت معاه هو كان محمد.
قلت له انا هعتزل، قال لي يعني فكري كويس عشان انت لعيبه والسلام، انت بتلعبي في النادي الاهلي وفي منتخب مصر بالظبط، يعني كان عندك كام سنه تقريبا وكابتن التيم كمان؟ طيب 31 31 اي ثينك لسه كان قدامك كان لسه الى حد كبير، والحمد لله كنت يعني لحد اخر وقت انا بلعب فول تايم ويعني ومقديه ويعني اساسي في الملعب، مش مثلا بلعب شويه واريح او كده لا. طب هل بعد ما خدتي قرار مثلا حسستك ان هي ندمانه باي حال من الاحوال على قرارك؟ في البدايه ممكن الندم في عينيها لا، هي كانت في البدايه كانت اصلا متوتره انها تاخد القرار تبطل ولا ما تبطلش، ولا انا حاسه ان كده كفايه. فقعدنا حللنا الموضوع الاول بشكل منطقي، وهي تقدر تحقق ايه تاني؟ طب لو انت هتكملي في الكارير ولا لا؟ انا هكمل في الكارير. طب خلاص يعني الباشن بتاعها هو بس هيتنقل من مرحله لمرحله تانية مختلفه، فده اللي كنا مركزين عليه اكتر في القرار.